خلاص بقى ممكن نتنزل ايدكم عشان ايه نركز ايه مع بعض ان شاء الله. نبدأ مع بعض زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا هنبدأ على طول في الترمينولوجي، وانا قلت لكم ان انتوا ان شاء الله تحضروا معايا. الترمينولوجي دي موجودة في الكتاب الكبير PG2، اللي هو الكتاب اللي هو بعنوان English Language Course for Science Students. ده احنا ان شاء الله هنبدأ من رقم 1. انا بس عاملة اوبشن منع الصوت خالص علشان خاطر اللي كان حصل في المحاضرة اللي فاتت، فاتمنى الناس اللي هي رفع ايدها يا ريت تنزلوها. هدير، علشان ايوه دينا وهدى وهبة، يا ريت كلكم تنزلوا ايدكم ايوه علشان خاطر نتأكد بس ان احنا بعد كده يعني لما يبقى في سؤال الناس بس ترفع ايدها. انا هشرح الترمينولوجي كاملة، وبعد كده لو حد عنده اي استفسار ساعتها ان شاء الله ممكن نبقى نشوفه. ركزوا معايا يا شباب في الترمينولوجي. ليه اركز في الترمينولوجي؟ لان هي جايه عباره عن باراجرافات صغيره لتعريفات في الساينتفك تيرمز اللي هي مصطلحات علميه تخص كليه علوم، من غير اي اسئله خالص، فلازم تكونوا مركزين معايا وانا بشرحها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحده اللي هي بويزنس وفينومس، الناس تبقى معاها القلم والكتاب وانا شغاله علشان خاطر هنعمل اندرلاين واحنا ماشيين ونحدد ايه هي الحاجات اللي هي موضع اسئله موجوده ان شاء الله. اول حاجه لو قرينا السلايد اللي قدامنا ديت بيقول لي although the words poison and venom describe a toxin، يعني هما اتنين بيوصفوا السم، there is a difference between them. طبعا هي الناس بتستخدمهم interchangeable، يعني زي ما هو قايل هنا في الكتاب are often used interchangeably، يعني الناس بتستخدمهم بدل بعض، بس على الرغم ان احنا بنستخدمهم بس في اختلاف علمي ما بينهم. ايه هو الاختلاف؟ الاختلاف ده يخص ايه؟ يخص how the substance is delivered، اللي هو ازاي المادة بيتم امتصاصها او التوكسين ده السم بيدخل الجسد. يبقى انا اول underline عندي ان هو زي there is a difference، في difference between them، يعمل اعمل underline لكلمة الاختلاف موجودة فين. اول حاجة موجودة عندي في السطر رقم 4، بيقول لي there is a difference. طيب ليه انا هعمل underline لكلمة difference؟ يعني لما تيجي مثلا بتيجي في multiple choice خلاص دي مفيش فيها ازمة، انما لو جت في صح وغلط ويقول لي there is no difference between poisonous and venom، مفيش اي اختلاف ما بين البويزن والفينوم، هو مفيش اختلاف ما بين الاثنين، هقول له غلط فولس. يبقى there is a difference between البويزن والفينوم. طيب بيقول لي احنا اللي يهمنا ايه؟ اللي يهمنا how the substance is delivered، بيتم امتصاص المادة ازاي. في طريقة واحدة بس الفينوم، ان هي is delivered via an anatomical device، بعمل underline بعمل خط كده تحت an anatomical device، اللي هو الايه يتم السم ده بيدخل عن طريق الجهاز عضوي، يعني زي مدي مثال الفانكس اللي هي الضوافر، يعني اذا حصل مثلا ان زي القط مثلا خربش الانسان او حاجه، فالسم او لو القدر الله في سم تحت الضوافر ده يدخل عن طريقه ايه للانسان. طيب white poison اللي هو السم بقى is usually inhaled، يعني يتم استنشاقه، ingested ابتلاعه، absorbed امتصاصه. يبقى انا عندي 3 ways للبويزن اللي هم inhaled, ingested, absorbed، بعمل underline يوم الثلاثة. طيب السؤال ممكن يجي لي بطريقة تانية، ايه هي الطريقة التانية؟ يقول لي poison is usually absorbed or inhaled or ingested or وبعدين اخر سؤال يقول لي all of them، يبقى انا اختار all of them. ماشي. طيب ممكن يقول لي venom is usually delivered by، ويجيب لي الاربع اختيارات an anatomical device والثلاثه inhaled ingested وabsorbed. ممكن يقول لي poison isn't usually نقط، isn't usually نقط، ويجيب لي الثلاثه بتوعهم والرابعه اللي هي بتاع الفينم اللي هي anatomical device. يعني ايه فينوم isn't usually؟ يعني مش من الطبيعي او مش من المتوقع ان الفينوم يتم، طبعا ما ينفعش ان هولد ولا انجستد ولا ابزوربت.
يبقى نركز يا شباب. طريق السؤال ممكن يجي بأكتر من طريقة، هقولهم تاني. ممكن يجي بصيغة واضحة خالص اللي هو صح وغلط، there is no difference between poison and venom، أعمل غلط. لا لا، في difference بقى. يبقى لو جالي قال لي is there a difference، هقول صح. دي أول حاجة. تاني حاجة ممكن يقول لي إيه هو ال difference. The difference is نقط have the substance is delivered، هلاقيها في ال choices. قال السؤال التاني. السؤال التالت هيسألني على طريقة دخول ال venom للجسم، ودي موجودة anatomical device. السؤال الرابع هيسألني على طريقة دخول البايزن للجسم، عندي 3 طرق. فهمناها يا شباب كده ان شاء الله؟ طيب بيقول لي از مارك، وهيكمل انا هشطب بقى اخر كلمة عندي في الباراجراف ديت اللي هي كلمة absorbed. اخر حاجة عندي هنا هي absorbed في اخر حاجة عندي هي absorbed. تمام يا شباب، مش هعمل حاجة تاني underline. هدخل على اللي بعدها، على كلمة microbes. كلمة microbes يهمني عنها حاجتين، كل الباراجراف ده ما يهمنيش قوي، اللي يهمني نركز بس في النقطتين اللي موجودين في اللي هنقرا. طبعا اللي موجود في حاجة نبص. بيقول لي microbes not all microbes are bad، مش كل الميكروبس باد، يعني في يوسفول، في مفيدة وفي ضار في الميكروبس. تاني حاجة microbes are essential for life. طيب ده السؤالين ده ممكن يجي ازاي؟ الاولاني ممكن يقول لي all microbes are bad، صح true ولا false؟ هقول false طبعا، لان not all microbes are bad. السؤال التاني بيقول لي ممكن يجي microbes نقط essential for life are ولا aren't؟ يبقى are essential for life. لو جيت قريت اللي في الكتاب هقرا من اول كلمة when لحد كلمة essential for life، لحد ما هو عامل underline في الكتاب. من اول كلمة microbes include bacteria و و لحد اخر الباراجراف، مش مهم لان انا كده كده already خدته في درس تاني، فانا مش هعيد الشرح. يبقى احنا هنقول هنقرا من اول when most people hear the word microbe they think of stuff that they can't see. بيقول لي الناس اول ما تيجي تسمع كلمة ميكروب اول بيجي في حاجة في دماغهم ان حاجة هما ما بيقدرش يشوفوها that is going to make them sick، اللي هو بتخليهم مرضى. but while some do cause disease، على الرغم ان بعض منها بيسبب المرض، not all microbes or microscopic organisms are bad، يعني مش كلهم ضارين. In fact في الحقيقة some are essential for life. دي آخر جزئية عندي في الترمونولوجي دي، مش هاخد أي ترمونولوجي، مش هكمل الباراجراف بتاعها. طيب برضو تالت ترمونولوجي عندي اللي هو متر مترويد اند استرويد. مترويد اند استرويد التلاتة أنا مش عايزين نقراهم بالعربي ولا نترجمهم بالعربي، لأن إحنا لو ترجمنا هنتلخبط ما بينهم، وهنلاقي أكتر بعض القواميس بتديهم كلهم نفس المسمى اللي هو شهب، طيب أو شهاب، يعني جمع كلمة شهاب. خلاص يبقى خلونا نقراها أحسن بالإنجليزي. السلايد عندي بتقول لي إيه؟ نبص الأول على السلايد. بيقول لي متر ومترويد واسترويد اللي هما التلاتة are all different things، يعني هما التلاتة مختلفين، ما هماش بالمينينج واحد. يهمني قوي ان انا اعرف الديفينيشن بتاع الاسترويد، ادي اول حاجة موجودة عندي. تاني حاجة اللي بيقولي ان الاسترويد دي موجودة ما بين المارس والجيبتر. تالت حاجة بيقولي are much smaller than planets، اصغر من البلانس. بيقول المترويدز ار بارت اوف استرويد، وبعدين بيقول المتر ار اوبجكت ذات انتر اسس اتموسفير. ديت الهيد لاينز اللي موجوده في تلخيص الباراجراف. نقرا الباراجراف بقى مع بعض بالراحه كده. بيقول although some use these terms interchangeably، على الرغم ان احنا بنستخدمهم برضو بالتبادل، متر ومترويدز واسترويدز ار اول ديفرنت ثينجز، هو عامل لها اندرلاين خلاص. طب دي هتيجي ازاي ممكن في الامتحان؟ هقول متر مترويد اند استرويدز ار اول نقط ثينجز، ذا سيم ولا ديفرنت؟ يبقى ديفرنت ثينجز. بيقول ايه؟ هير از هاو تو يوز ذيم كوركتلي، ازاي بقى نستخدمهم بقى صح؟ استرويدز اللي هي الاسترويدز دي ار ذا روكي بوديز ذات اوربت ذا سن، هي عباره عن روكي يعني صخريه، بوديز اجسام صخريه بتدور حول السن بين المارس والجوبتر.
they are much smaller than planets، هم أصغر شوية من الكواكب. And they are sometimes pulled out of their orbit by the force of Jupiter's gravity and travel towards the inner solar system. يعني أحيانا الجبتر اللي هو المشتري يعني بيأثر عليها بالجاذبية بتاعتهم ويدخلها ضمن النطاق الشمسي. هو كده خلص الأسترويد. The vast majority of meteorites rocks that fall to Earth from space and actually reach the Earth's surface، اللي هي بتوصل للسيرفيس اللي هو السطح بتاع الأرض، are parts of asteroids. يبقى أنهي الأكبر؟ بيقول لي meteorites هما الجزء من الأسترويد، يبقى الأسترويد الأكبر وبعدين الميترويتس أصغر منها. دي أنا عارفة إنها صعبة شوية بس محتاجة تركيز. Like meteorites، meteor are objects that enter Earth's atmosphere from space، اللي بيدخل ضمن النطاق اللي هو الغشاء الجوي بتاع الأرض اسمه meteor. But they are typically grain-sized pieces of comet dust that burned up before reaching the ground، بس هي ما بتوصلش لسطح الأرض وبيحصل انها بتنفجر. leaving behind the trails that we call shooting stars as they vaporize، يعني وهم بيقول ايه، زي بيقول لي shooting stars اللي هي زي النجم محترق كده والدخان بتاعها بيتلاشى، بنشوفها احنا في السماء احيانا طبعا لو في معانا يعني تلسكوب او حاجة. اللي بعد كده في الترمينولوجي الثيوري، كلمة ثيوري المهمة عندي، المهمة عندي ان انا اعرف لو انا جيت قلت لشخص عادي كلمة ثيوري يعني نظرية، هو هيفكر انها مجرد افتراضات. انا عندي نظرية، لا هو هيفكر. طيب لو انا قلت الساينتست العالم كلمة ثيوري، لا هيبدأ يفكر ان هي لها اساس علمي. كلمة نظرية بتاخدوا نظريات زي نظرية فيثاغورس ونيوتن، هل النظريات دي مبنية على افتراضات ولا على حقائق علمية؟ مبنية على حقائق وعلى تجارب وعلى حاجات تم قياسها وعلى نتائج واستنتاجات. يبقى ده الفرق ما بين العلماء لما بيجوا يفكروا في كلمة نظرية وما بين الأشخاص العاديين اللي هو زيي مثلا. طيب ده ترجمة اللي موجود قدامنا على السلايد، ممكن نقرا بقى مع بعض. طب أنا الأول ما حددتش حاجة في المتر والمترويد والأسترويد لأن هما كلها على بعضها مهمة، بس تركزوا على النقطة اللي أنا قلت عليها. طيب نرجع تاني للثيوري. when most people use the word theory they are talking about a bunch or a guess، عن التخيل يعني. but for science العلماء theory is، مهم جدا بتاع التعريف، اعمل underline لكلمة theory واعمل underline للتعريف بتاعه، is a well sustained and testable explanation that incorporates laws hypotheses and facts، هي بتتضمن ايه؟ قوانين laws hypotheses افتراضات وفاكس وحقائق. هعمل ستوب هنا، كلمة فاكس آخر حاجة عندي هنا في الباراجراف، وبعدين هعدي سطر واثنين وتلاتة واربعة لآخر لحد كلمة ويب سايت، ما يهمنيش دول ممكن مشطبهم، وبعدين أبدأ بكلمة a theory تاني. هقول تاني يا شباب، آخر حاجة عندي أول حاجة هقرأ من أول كلمة when most people use لحد السطر number 4 كلمة facts، وبعدين تكملة السطر ده والسطر وكمان أربع أسطر لحد السطر اللي فيه underline بيقولي according to AMNH's website، دي مش هقراها، هقرا اللي بعدها. A theory not only explains how facts، هو بس مش بيشرح الفاكتس الحقائق دي، it also allows scientists to make predictions توقعات of what they should observe if a theory is true، بيقولي ان انا المفروض ان انا قدامي نظرية تديني الاوبشن ان انا اتوقع اللي هو اللي يحصل لو النظرية دي صح ولا غلط. Scientific theories are also scientific theories are also testable. Underline كلمة testable قبل للقياس. If evidence isn't compatible with a theory, scientists can either go back to refine the theory or reject it altogether. يعني بيقول لي ان انا لو الدليل بتاعي صح مع النظرية خلاص بيتم قبول النظرية، لو الدلائل خطأ وما جاتش متوافقة مع النتائج بيتم رفضها. ده نمبر فور، كان نمبر فور. نمبر فايف ابريجن، دي حاجة تخص هو كاتب ايه اوبتيكال سيستم، اوبتيكال اللي هو البصري. طيب يبقى اول حاجة هعمل لها اندرلاين كلمة اوبتيكال. اوبتيكال
طب انا هجيب ممكن ايه، ممكن اجيب بقى كلمات تانية يخص مثلا هل هي سمعي اورال سيستم، هل هي نقول فيزيكال سايكولوجيكال، انا كهمني كلمة اوبتيكال سيستم that causes an image to have certain easily recognizable flaws abrasion are caused by underlying بقى الكلمة دي geometrical factors. يبقى انا هنا يهمني نقطتين في ال definition ده optical و geometrical factors، دول اللي هعمل تحتهم underline. ده بالنسبه كان لجزء اللي انا قلت لكم لخصوه اقروه قبل ما ايه، قبل ما احنا نبدأ ان شاء الله. في حد عايز يسأل اي استفسار فيهم؟ بس محدش يقول لي ترجمي حاجه، علشان قبل ما الناس تقول محدش يقول لي ترجمي، لان انا مش هترجمها، انا قلت لكم ان انتم ترجموها، انا ترجمت على قد ما قدرت معاكم. ومحدش يقول لي عيدي تاني اللي انت قلتيه في الاندرلاين، لان كده كده بتسمعوا المحاضره مسجله. لو حد بس عنده اي استفسار. امير رافع ايدك. ممكن تعمل انميوت لنفسك دلوقتي وتتفضل تسالني، انا عملت اوكي. ومحمد برضو ممكن تعمل انميوت لنفسك وتسالني، اتفضل. انا كنت رافع دول، بس كنت اقول لك ان احنا فوقنا بندوس الساعه 11، فلقيتكم بادئين بدري، بس لقيتكم مش يعني مش ماشيين جامد يعني، ما خلصتوش حاجات كتير. خلاص مفيش مشاكل، ماشي. محمد طيب، من احنا ما عندناش استفسار، محدش رافع ايده تاني، يبقى طيب ايه بقى اللي هنعمل وهنحضره بقى المرة اللي جاية؟ زي ما انتوا كده معاكم الكتاب، هنحضر في برضه احنا في بيج 3 نمبر 6 absolute 0 absorption رقم 7 abundance رقم 8، يبقى 7 6 و7 و8، وبعدين نروح لصفحة 4 نحضر رقم 17. يا ريت بس الناس تكتب معايا، هقول تاني 6 انا بكتبها اهوت، و7 و8 و17 تمام يا شباب. طيب ده كان بالنسبة للجزء بتاع الترمونولوجي. تكست بقى، في التكست انا مش هدي حاجة كتير قوي النهاردة، هدي درس واحد بس هو مهم، مهم جدا لانه موضوع اسئلة كتير. هو انا تقريبا يعتبر يعني معظم التكست قربت افنش، يعني ممكن نفنش ان شاء الله المحاضرة اللي جاية بالنسبة للتكست يعني. عندي تكست ديت موجود بيج 44، عنوانه اسمه انرجي. هاخد فيها في الصفحة ديت هاخد نمبر ايه، بس نمبر ايه فقط، ايه كاملة، مش هاخد بي ولا هاخد سي. طيب نمبر ايه بيتكلم فيها، يعني انا هاخد من درس الانرجي هاخد فورمز اوف انرجي فقط. ايه هي بقى الفورمز اوف انرجي؟ كاينيتيك وثيرمال والكتريكال وساوند ولايت وكيميكال ونيوكلير انرجي. طيب زي ما انتم شايفين كده، احنا كنا خدنا جزء قبل كده عن الدرس عن الانرجي عن الطاقه، طبعا ده درس مختلف. يهمني اعرف ايه في الدرس ده، هعمل اندرلاين لاسم الطاقه والتعريف بتاعها. زي ايه؟ الاقي كاينيتيك انرجي، يبقى انا هعمل اندرلاين لكلمه كاينيتيك، وهعمل للي قصادها اللي هي energy in the form of movement في الحركة.
في نقطة برضو a type of mechanical energy، أعمل تحتها underline mechanical. thermal energy، حدد كلمة thermal is energy in the form of heat، الحرارة. electrical energy، the energy of an electric current، اللي هو التيار الكهربائي. sound energy، energy in the form of noise، الصوت الضوضاء. light energy، هنا مديني مثال for example light emitted from the sun or from a light bulb، اللي هو المصباح الكهربائي او من الشمس. طيب ده ممكن يجي ازاي صورة MCQ؟ يقول لي for example this energy is light emitted from the sun، واقول لي بقى نقط هي ايه، هل هي light energy ولا sound ولا thermal ولا kinetic؟ هقول ايه light energy. chemical energy، energy within a substance that can produce a chemical reaction، يعني هي موجودة في المواد التي تستطيع أن إعطائنا رد فعل كيميائي. nuclear energy، energy from an atomic reaction. لو قرينا اللي بعدها energy can't be created or destroyed، لا احنا كنا دايما فاكرين باللغة العربية الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، هي دي هنا الترجمة بتاعتها energy can't be. اخد بالي اول من can't be ديت ليه، لان انا ممكن نجيبها صح وغلط. هقول energy can be created or destroyed، لا غلط. only converted from one form to another، بيتم تحويلها من شكل الى اخر. for example، وبيديني مثال، المثال مهم ان انا اعرفه بس انا مش هقراها، اعمل له skipping. وبعدين بيقول لي mechanical، الباراجراف الثاني، energy can be stored as potential energy. اخد بالي برضو من المثال، هيديني مثال عليها ان ازاي الطاقة الميكانيكية يتم تخزينها في صورة طاقة وضع. an example is a load lifted by a crane and هتقروا برضو انتوا المثال ليه، لان انا ممكن اجيب المثال واقول ده as an example for ايه، يعني مثال على ايه، زي مثلا قلت لو قلت ان اللايت اللي خارج من الصن من الشمس ده مثال لايه، مثال للايت كيميكال، لايت سو لايت انرجي. طيب لو انا قلت ان الموفمنت يبقى هي كاينيتيك انرجي، لو انا قلت هيت انرجي ان ذا فورم اوف هيت، يبقى ساعتها ديت هقول ثيرمال انرجي اللي هي الحراريه. خلاص يا شباب، ده بالنسبه لدرس التكست. ممكن نحل عليها قصادها صفحه 45، ممكن نحل قصادها صفحة 45 الاكسرسايز نمبر 1، الاكسرسايز نمبر 1 صفحة 45 ده ممكن نحله عليها. اي حد عنده استفسار على جزء التكست، انا كده مش هشرح في التكست اي حاجة تانية، وهدخل في الجرامر لان احنا قلنا ان احنا عندنا جرامر عايزين نمشي فيه شوية. اللي عايز يسألني ممكن يرفع ايده. شكرا، جميل، ماشي. اتفضلي يا دينا، اتفضل يا محمود، ممكن تعملوا ان ميوت وتسألوني. لو سمحت يا دكتور، فيديو المحاضرة الخامسة نزل يوتيوب ولا لسه؟ التالتة بقى، اسف، فيديو المحاضرة السادسة. تقريبا لسه منزلش، محدش بعت لي، يعني في اكتر من زميل لكم مسؤول عن هو رفعه، فان شاء الله النهارده انا هتابعهم هم ليه ما رفعهاش. تمام، ماشي. حد عنده استفسار يا شباب؟ طيب جميل، بالنسبة للجرامر عندي بيج 61، انا طبعا ملخصه بيج 61 اللي هي الجزء الصغير اللي تحت، و62 في الاكزامبلز الموجوده قدامكم. كل مثال من دول هي حاله من حالات السبجكت فيرب اجريمنت. قبل ما ابدا فيها، يعني ايه سبجكت فيرب اجريمنت؟ سبجكت بيزك سبجكت فيرب، انا عندي سبجكت فيرب اجريمنت يعني اتفاق الفعل مع الفاعل. يعني ايه اتفاق الفعل مع الفاعل؟ يعني ما ينفعش يكون الفاعل مفرد وما والفيرب اللي جاي عشان يدل عليه. احمد انت رافع ايدك، اتفضل، عايز اسمعك بس قبل ما ابدا شرح.
انا عملت لك لو اميوت ممكن تشيل الصوت و تمام. دكتور لو سمحت بس، هو الانرجي افشنسي اي والوركنج باور ده مش علينا اصلا؟ هنرجع للتكست معلش يا شباب. صفحة 44 بتسأل بقى على ايه يا احمد؟ اللي هو انا البي قلت والسي مش ايه علينا بس؟ اصلا. لا 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 انا قلت لا الاشتبوب. خلاص تمام ماشي، تمام ولا حتى تمام نقراهم؟ لا تمام ماشي، شكرا. اللي انا بقول اقروه اقروه، انما لو انا مثلا قلت لا دونت يعني ما تقراوش خلاص مش معانا اساسا. تمام، شكرا لحضرتك. عفوا يا احمد. ماشي يا شباب. طيب يعني ايه اتفاق الفعل من الفاعل؟ يعني ما ينفعش اجيب الفاعل مفرد والفعل يدل عليه في الجمع، لازم اذا كان الفاعل مفرد الفعل اللي يدل عليه في المفرد، اذا كان الفاعل جمع يدل عليه برضو في الجمع. عندي حالات كتير، عندي حالات هتيجي شاذة قدام ان ممكن يكون اللي قدامي ده انا شايف ان هو الفاعل جمع، لا يجي الفيرب في الجمع، فهنمشي مع بعض حالة حالة علشان ما فيش حد يتلخبط. اول حالة اللي هي نمبر ايه في 61 انا نقلها عندي، بيقول لي my friend lives in Boston، ونمبر بي my friends live in Boston. هو بيقول لي لو انا زي ما احنا خدنا ال present simple قبل كده، فهي شرحها كده بهدوء ان انا الفاعل عندي مفرد الفيرب هيدل عليه في المفرد، يعني my friend ده subject singular مفرد يبقى الفيرب بتاعه lives in Boston. lives احط اس او اس او اي اس للفيرب. طيب نمبر بي ماي فريندز، طالما الايه السبجكت بلورال جمع هحط الفيرب فيه بيدل على الجمع يعني من غير اي اضافات، هقول ليف ان بوسطن، اصدقائي بيعيشوا في بوسطن. ادي الحاله نمبر ايه ونمبر بي. طيب الحاله نمبر سي بيقول لي طيب لا انا ممكن اعرف منين اذا كان السبجكت بتاعي جمع؟ لو انا لقيت ما يدل على الجمع زي ماي فريندز. طيب في حاله كمان ان هو يبقى في عندي and my brother and sister الاتنين كده جمع live in Boston. حالة كمان اللي هو يبقى مش اكتر مش اتنين بقى، يبقوا تلاتة واربعة وخمسة، يبقى my brother sister and cousin live in Boston. دول اربع حالات دول سهلين. طيب انا عندي بقى exception. exception في ايه؟ يعني عندي هنا استثناء. انا قلت فلان وفلان وفلان ماي براذر وسيستر وكازن ليف ومام وكل، قلت اخويا واختي وابن عمي ووالدتي عايشين في بوسطن. ايه الاستثناء؟ الاستثناء لو انا حطيت كلمه every او each بالراحه كده. لو قلت every man اللي هو الاكسرسايز نمبر اي، المثال نمبر اي اللي انا بقراه، every man comma woman and child ده قال لي needs. ايه ده في اند هنا؟ ما هو ثانيه واحده بيقول لي ايه الحالات الشاذه عندي او الاكسبشن لو انا جه قبل الفاعل بتاعي كلمه every او each. كل ترجمتها every، كل رجل امراه وطفل يحتاج الى الحب. ده انا ترجمتها في العربي يحتاجون، ماليش دعوه بترجمه العربي، ما ترجمش هنا ترجمه تبقى خطأ. انا عندي في الانجليزي لو كلمه every جت قبل السبجكت every man woman and the child هقول needs على طول love، دي مهمه جدا. طيب if بيقول لي ايه each، يبقى كل من each book and magazine ده المفروض فيه and احط r، لا is listed in the card catalog. هتقولي لي ليه؟ دي قاعده، اذا جت every او each قبل السبجكت السبجكت يعامل معاملة المفرد، أنا قلتها بالعربي أهو. لو جت every and each قبل السبجكت يعاملوا معاملة المفرد، هقول is listed in the card catalog. النقطتين E و F مهمين جدا عندي، لأن أنا already مش هسألك من A و B و C و D، لأن أنتوا عارفينهم وإحنا أساسا واخدينهم في الـ revision الأولانية. أنا أول حاجة مهمة عندي النهاردة في الجرامر نمبر E ونمبر F. أكيد موضوع سؤال. طيب جي بيقول لي ايه؟ ذات بوك، ذات بوك اون بوليتيكال بارتيز از انترستنج. طبعا اللي هيترجمها صح هو اللي هيحلها صح من غير ترجمه.
اول حاجه هقول لا هنحل الاول من غير ترجمه. انا عندي السبجكت فين، فين السبجكت بتاعي، فين الفاعل، الفاعل بتاعي اللي هو ذات بوك اللي هو الكتاب، اون بوليتيكال بارتس اللي هو مختص بالشؤون السياسيه، انا ماليش دعوه هو مختص بايه. انا لو شلت كلمه اون بوليتيكال بارتس الجمله بتاعتي هتبقى صح. The book is interesting، سهله جدا وصح خلاص. امال ايه اون بوليتيكال بارتس ديت باللغه العربيه كده اسمها شبه جمله، اللي هي شبه جمله حرف جر اللي هي بريبوزيشنال فريز عندنا في اللغه الانجليزيه، بتيجي في النص كده عشان ايه تعمل كومبلمنت بتكمل للسبجكت تتفهمك هو يخص بايه، بس هي جت لخبطك. ذات بوك اون كذا انا ما يهمنيش، هقول اون بوليتيكال بارتس، هقول اون كوميرشال بارتس اللي هي ال التجاري، الشؤون التجاريه، الشؤون السياسيه، الشؤون التعليميه، educational بارتس، ما يهمنيش ما يهمنيش هو في، انا يهمني ذات بوك هو بيتكلم على بوك ولا بوكس، لا بوك. طيب نفس النقطه في نمبر اتش، the ideas in that book ايه هو اللي في البوك اللي في الكتاب اللي يهمني، are interesting الافكار الموجوده في الكتاب هي المهم. لو انا شلت in that book هقول ايه، the ideas are interesting شيقه، يبقى انا السبجكت بتاعي فين، the ideas are interesting. طيب دول مهمين عندي، يبقى انا دلوقتي نمبر من اي لحد اف مهم، و اف و جي و اتش. طيب اي بقى بيقول لي ايه، my dog as well as my cat، الكلب بتاعي زيه زي القطط بالظبط. يبقى هو مين الفاعل، my dog likes cat food، بيحب اكل القطط. هو مين اللي بيحب الماي دوج، يبقى ماي دوج هو السبجكت. يبقى انا هشيل جمله على بعضها as well as my cats ولا كانها تهمني، لو انا شلتها كده الجمله تبقى صح، اه تبقى صح، my dog likes cat food، يبقى dog و likes. طيب هو بيعملها ايه، جايبها عشان يلخبطني، عشان انا الاقي كلمة cats من غير ما اقراها ومن غير ما اركز هقول like ولا likes، اقول cats بقى دي جمع بقى اختار بقى like، لا غلط طبعا. انا فين السبجكت بتاعي، السبجكت بتاعي my dog. طيب جي my dogs هو عكسها as well as my cat هيبقى like cat foods، like cat food. نمبر K the book that I got from my parents، الكتاب اللي أخدته من والدي. أنا هتكلم هنا على الكتاب ولا على والدي والدتي، لا على الكتاب، was very interesting، يبقى the book هو اللي السبجكت بتاعي. طيب the books I bought at the bookstore اللي أنا اشتريتها من الـ من المكتبة، من مكان الكتب اللي هو مخزن الكتب، وير اكسبنسيف، البوك ستور هو اللي وير اكسبنسيف ولا البوكس، لا البوكس طبعا، الكتب هي اللي كانت غالية جدا، يبقى ذا بوكس وير اكسبنسيف. اخر نقطة في السبجكت فيرب اجريمنت اللي هو بيقول لي جروينج فلاورز، زرع الورد از ما از هير هوبي، هو العادة بتاعتها. هو فين السبجكت، جروينج ولا فلاورز، لا جروينج، جروينج فلاورز از ما از هير هوبي. لو قلت كولكتنج ستامبس جمع الطوابع هقول از ماي هوبي، كولكتنج ستامبس از ماي هوبي. ده الجزء الاول في السبجكت فيرب اجريمنت، الاكسرسايز اللي عليه من بيج 62 لبيج 63 مهم جدا ان انا احله. طيب انا هحل مثلا نمبر 5، رقم 5 بيقول لي ذا بروفيسور اند ذا ستودنتس، في الكتاب انا محل في الكتاب رقم 5، ذا بروفيسور اند ذا ستودنتس نوت اون ذات بوينت، كأن انا بقى ما اعرفش الاجابه دلوقتي. طيب انا عندي ذا بروفيسور اند ذا ستودنتس، خلاص في اند هنا ومفيش حاجه زي ايفري ويتش ولا الكلام ده كله، يبقى انا عندي بلورال سبجكت، الفاعل جمع. طيب هبص على الاختيارات بتاعتي، عندي is و are و agrees و agree، ايه ده ما ينفعش is لانها بتدل على المفرد، ما ينفعش agrees، يبقى انا نمبر A و C هلغيهم، هيبقى قدامي نمبر B و نمبر D، are و agree الاتنين بيدلوا على الجمع، ارجع اقرا بقى تاني واشوف انهي verb اللي مناسب، the professor and the students not on the point،
ترجمتها بقى ان هو الطالب والمدرس متفقين على نفس النقطة، يبقى اجري، يبقى نمبر دي. طبعا لو حد فاهمها يحلها على طول، لو حد عايز يركز يعمل زي ما انا قلت. طيب نمبر 8، رقم 8، making bees and cakes، نقط مستر ريدز سبيشيالي، هتبقى is مسز ريدز سبيشيالتي، هو تخصص مسز ريد. ايه ده، ده في اند هنا؟ لا، هي اند هنا مش في السبجكت. ميكينج زي ما احنا قلنا جيرند فيرب زائد اي ان جي مديني اسم اللي هو ميكينج، ده هو ده السبجكت بتاعي، ده بيدل على المفرد. ده كان اول درس عندي في السبجكت فيرب اجريمنت. انا مش هزود عليها لسبب، لان كل واحده من اللي جايين دول هو محتاجة تركيز شوية. فاحنا المرة اللي جاية ان شاء الله في السبجكت فيرب اجريمنت هاخد صفحة 63 و 64 و 65 لحد 66. فعلشان كده انا بدأت بيها النهاردة، لان انا عارفة ان هي يعني شوية سهلة لو اتذكرت، بس هتبانلكه صعب. اي حد عنده اي استفسار بالنسبة لجزئية الجرامر ممكن يرفع ايده. بالنسبة لجزئية الجرامر، محدش يسألني على غياب، المحاضرة فاتت أنا بسأل، اللي هيسألني يسألني في الجرامر بس. اتفضلي يا صفو. اتفضلي يا ندى. منتظرك يا ندى. انت انا اديت لك الاوكي ان انت تفتحي الصوت، انت وصفوا ومحدش فيكم اتكلم. خلاص اوكي. اتفضلي يا زهراء. دكتور معلش، هو يعني ايه استاونز في اول بتاع اول مساله في التمارين يعني؟ طيب بصي يا زهرة، هو المفروض ان انا ما اقولش ان انت اكثر سنة هتحليه، بس انا هقول بس المرة دي هي كلمة يدهش، يعني يدهشني. تمام، بس بعد كده استأذنكم انتوا تشوفوا الاول الترجمة وتقروها، طالما اكثر سنة هتحلوه في البيت تقروها كده وتشوفوا، لو انتوا لو ما عرفتوش في الاخر ارجعوا لي. تمام، شكرا. هي معناها يدهشني. اوكي تمام. صفوة، ماشي، تحية، اتفضلي. بعد اذنك يا دكتورة، المشروع بتاعت افري و اتش ممكن تعيدهم تاني؟ افري و اتش، حاضر، ماشي. اتفضلي يا مريم. معلش يا دكتور، رقم 8 في الاكسرسايز اللي هي making bees and cakes، هتبقى is ولا has؟ is، هو يعني بيقول لك هنا صنع الكيكس والبيس هو تخصص مسز ريد سبيشاليتي، يعني تخصص، هو يعتبر تخصصها، فهو الترجمه بتاعتها لازم تبقى is. هاف يعني يمتلك، هل هي الميكنج هي اللي بتمتلك مسز ريد ولا العكس؟ لا. يعني لو هي عندها كيكس يبقى هي اللي بتمتلكها، يبقى ميسز ريد المفروض اللي تيجي في الاول، هاف كيكس مثلا. انما ميكينج كيكس، يبقى لو انا قلت ايه، ميكينج كيكس از ماي سبيشاليتي، هو تخصصي انا، ماشي، از ماي هوبي، هو هوايتي انا. ماشي، شكرا دكتور. العفو يا مريم. انا قلت لك يا اميره اتفضلي، بس انت ما رفعتيش تاني، وصفوه برضو مصممه انها ترفع ايدها. طب دكتور بعد اذنك، هو الرقم بتاع الاي يو جي
الايه الاكزامبل بيجي صفحه 62 هو انا هنا خليت الفعل مفرد علشان الجمله الاعتراضيه اللي هي بتاعه التوكوما ولا يعني هي لو ما كانتش موجوده كنت عادي امشيها جم جي افضل جي اللي هي صح لا اي اي يعني انا لو قلت ماي دوج واز كات خليها لايك شكرا دكتور ارجع تاني يا شباب هشرح ايه الاول ايفري وايتش لقيت كلمه ايفري في قاعده بتقول ان ايفري وايتش يجي بعدهم فاعل مفرد وفاعل يدل على المفرد تاني ايفري وايتش يجي بعدهم فاعل مفرد ويجي بعدهم فعل يدل على المفرد ايه ده يعني انا ما ينفعش اقول every woman ما ينفعش اقول every woman ما ينفعش اقول every children انا قلت دي قاعده طب ما احنا نلاقيها قدام حاجه لما يبقى يجي اللي قدام انا القاعده هنا انا بتكلم عن اذا كان اللي جه بعد every فاعل مفرد يتبعه فعل مفرد every man woman and the child needs love ترجمتها بقى باللغة العربية ايه؟ يحتاج كل رجل وامرأة وطفل الى الحب صح؟ هاي لا صح بان احنا مش هنعرف نترجم صح فمن ايه؟ ما نترجمش انا لقيت كلمة every اعمل تشيك الاول على الناون ممكن يجي السؤال بتاعي في الناون ممكن اقول every نقط needs love هل هو man ولا من لا لو انا every man needs love كل يحتاج كل رجل الى الحب يحتاج كل امرأة الى الحب يبقى every يجي بعدها subject في حالة المفرد والverb بتاعه يجي في حالة المفرد حتى لو عندي 40 noun بعد كده كلهم جم كلهم كما 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 and ما يهمنيش ما يخصنيش طالما every موجودة في أول الجملة وجه بعدها subject بيدل على المفرد الverb اللي وراها يجي برضو بيدل على المفرد each نفس الوضع each book and magazine is listed in the card catalog نفس الكلام لقيت each يجي بعدها subject مفرد وبعدين يجي verb يدل على المفرد طيب كان سؤال بقى هنا أميرة في الجملة الاعتراضية اللي هي في I و J اللي هي my dog as well as my cat لو انا الجمله الاعتراضيه دي مش موجوده شيليها كده يا اميره كانها مش موجوده my dog likes cat food طب هو جايب هنا ليه هو يقول لي لو انت لقيت جمله اعتراضيه اي جمله اعتراضيه بيقول لي خد بالك ان الجمله الاعتراضيه ديت ما تلخبطنيش عن السبجكت بتاعي ما تلخبطنيش عن السبجكت اللي هو حاططها عشان قاصد يلخبطني يعني بيقول لي my dog as well as my cats عشان اللي يجي يشوفها يشوف كلمة cats يروح جاي مختار لايك لا هو حاططها قاصد ان هو يلخبطني زيها زي الجملة الاعتراضية الصغيرة اللي فوقها اللي هي the ideas in that book ما in that book برضو جاية تلخبطني that book on political parties on political parties برضو جاية عشان تلخبطني انا اهم حاجة احط ايدي فين السبجكت بتاعي لقيت as well as في الجملة اركز my dog as well as my cats likes cat food أركز فين السبجكت بتاعي السبجكت بتاعي my dog as well as my cats كأنها مش موجودة عندي يعني معنى كده لو اللي قبل as well as هو مفرد يجي الفيرب في حالة المفرد لو اللي قبل as well as جمع يجي الفيرب في حالة الجمع ماليش دعوة باللي بعد as well as لو هو ده كان استفسارك كده بالنسبة لجزء الجرامر كده تمام يا شباب مطلوب منكم بقى ان انتوا تذاكروا اللي انا قلته النهاردة انا لسه مخلصش لسه عندي الفونولوجي طب منكم انتوا تذاكروا كويس تحلوا الاكسرسايز عليه كويس برضو تمام وبعد كده ان شاء الله تبداوا تقروا على بسيط اللي جاي بس ما تلخبطوش لو في ناس بتلخبط ممكن ما تقراش وتنتظر لما انا اقراه واشرحه المره اللي جاي طيب هاخد بقى فونولوجي في الكتاب الصغير
هبدأ في الفونولوجي بيج 17 كساوند. ايه ده هو كساوند صعب؟ ده سهل جدا، حتى هو جاي في الاول في اول الصفحه بيقول لي كساوند اللي هو زي كي، مثال المثال عليها كلمه كي. ماشي، انا مش مهم ان انا ابقى عارف ان الكي بتتنطق كساوند، دي سهله. انا يهمني بقى الحاجات التانية اللي بتتنطق كساوند. مديني امثله في السلايد زي كلمه كير، لما اجي اقول تيك كير، ايه ده كير مكتوب اول حرف سي زي كات مثلا. ايوه سي بس بتتنطق كساوند. ثانك دي سهله. باك السي والكي الاثنين بيتنطقوا كا ساوند. كلينك السي الاولانيه والسي الاخيره. في المثال عندي اديني كلمه قط. طيب انا صفحه 18 بيقول لي كده اقرا دكتور، بيقول لي لوك ات ذيس ديفرنت ويز تو سبيل كا ساوند، او الاكسرسايز اللي هو رقم 4 فوق صفحه 18، بيقول لي خد بالك من بعض الكلمات اللي هي بتتنطق كا ساوند، زي ما بيقول لي مثلا السي بنطق منها كا ساوند زي كلينيك كيور، الكا ساوند زي ثانك يو، السي كي على بعضها بتتنطق كا ساوند زي كلوك، السي اتش زي اك، الاكس بنطقها كا وسا مع بعض. يعني ناخد بالنا ان كلمه سكس او اخر اتنين بيتنطقوا كا وسا، بس هو حاططها هنا جنبها، هو بيقول لي ذا ساوند كا وسا مع بعض، الكا ساوند وسا ساوند. طيب عندي في الاكسرسايز اللي بعده لو قريتم كده، تاكسي كوت ميلك سكول كيب كات فيكس لوك كينج بلاك. المهم هنا عندي في الدرس ده، المهم ان انا اعرف ايه الساوندز المختلفه عندي اللي بتنطق كساوند. يعني انا لو جيت في الامتحان مش هجيب كلمه كينج مثلا ملك، مش هجيب كلمه ثانك اللي هي قدامنا دي، لا هجيب مثلا حاجه زي باك، حاجه زي كلينك، حاجة زي كير، حاجة زي لوك اللي هي لوك اللي هي المفتاح، يعني اللي هو القفل بتاع المفتاح، حاجة زي كوت اللي هو المعطف سي او اي تي، يعني انا هجيب المختلف. طيب ده الايه، ده الساوند اللي هو بتاع الكا ساوند. اللي بعده الزا ساوند. زا نفرق بقى هنا ما بين الزا ساوند والذا ساوند اللي هي كلمة فاذر وفيذر وماذر، ما هياش زا هناك، كان الزا ذا ساوند، انما ده ذا اللي هي بتاعت الزد ذا ساوند. الاكسرسايز عندي اللي هو نمبر 2 في الكتاب، مديني الفرق ما بين السا ساوند والذا ساوند عشان الناس اللي بتتلخبط ما بينهم. سو انا قصادها زو، بص بز، زب زب، برايس برايز، اخر كلمه برايس وبرايز، برايس سعر، برايز جايزه. طيب تاني يبقى انا عندي برايز باز زو ذا اندرلايند، وبعمل اندرلايند للذا ساوند، يبقى هي ايه الذا، الذا مش الذا. الاكسرسايز عندي صفحه 20، الناس توصل له. اخد بالي ان في عندي مجموعه كلمات مختلفه، انا هنا المفروض ان نقراهم، انتوا تقروا الكلمات ديت وتطلعوا هل هي فيها حاجه اسمها ذا ساوند ولا كلها سا ساوند. ده اكسرسايز سهل ممكن تعملوه مع لوحدكم. عندي بقى الاكسرسايز اللي بعد كده، سوري بس الدرس اللي بعد كده صفحه 21، الفا ساوند. الفا بتديني عليها اكزامبل زي 7، الناس اللي بتقولها 7 غلط، 7 12 فاز فيري very much، ما هيش فيري خالص، هي very much. ده الاكسرسايز ده سهل جدا. عندي بقى الصوت ده سهل، عندي صفحه 22 ديت بقى اللي مهمه. انا عندي حاجه اسمها فا ساوند وفا ساوند، صفحه 22 الاكسرسايز رقم 6. انا هحط صح جنب الفا ساوند وهحط غلط جنب الفا ساوند. فيري يبقى فيري غلط، ده هي بتتنطق فا ساوند. بعدها فان، فا يبقى صح، ليف يبقى غلط، فاين غلط، فيو صح. هتكملوا انتوا، انا حليت تقريبا 5. عندي اللي بعده 23، الوا ساوند. ايه الوا دي؟ اللي هي الدبليو، مش اسمها دبليو، اسمها دبليو كاليتر، كا
كحرف اسمها دبليو، انما الساوند وا اسمه وا. لما نيجي نقرا كده مع بعض ويندو، اه صح ده انا بقولها وا، وي وا وا ويندو. ويت وين وين ويل، ما اقول وين اين، وايل اثناء، وات. طيب برضو الصوت ده سهل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اذا انت ممكن تسالينا في حاجه سهله كده، ممكن اجيب مثلا كلمه زي كلمه طويل اللي هي دبليو اتش واعمل تحتهم اندرلاين، الناس هتتلخبط ايه ده يا تنطق وا ساوند ولا الاتش. مفيش حاجه اسمها اتش اساسا، الساوند مفيش اتش، ما خدناهاش لحد دلوقتي، يبقى دي غلط، يبقى انا اختار الوا ساوند. طيب انا كده فاضل لي ايه بقى في الساوندز علشان الناس ايه، احنا قربنا نخلص الفونولوجي، هنخلصه المره اللي جايه ان شاء الله. فاضل لي احنا فاضل لنا من 25 لصفحه 32 هم اربع ساوندز بس، اربع ساوندز هناخدهم المره الجايه ونكون خلصنا الساوندز الهن. طبعا لو في محاضرات تاني بعدها احنا كده كده مكملين، عشان بس الناس ايه اللي هتيجي تقول احنا كده خلصنا، لا احنا مخلصناش، احنا المره الجايه هنخلص الفونولوجي وان شاء الله ممكن نخلص نشد شويه ونخلص التكست، هيبقى فاضل معانا الترمينولوجي والجرامر اللي هيكملوا معانا ان شاء الله. كده خلصت الفونولوجي النهارده، اي حد عنده اي استفسار يخص الفونولوجي. طيب قبل ما الناس تسالني، بالناس سؤالها المهم جدا، سؤال الميد ترم، درجات الميد ترم هنعرفها ولا مش هنعرفها؟ لو هنعرفها هنعرفها ازاي؟ انا لحد اللحظه ديت الاسبوع لحد اليوم الاثنين اللي فات في التحديد كان تم تصحيح ماده اللغه في الكنترول الالكتروني. طيب هنعرفها ازاي؟ انا هرجع لسه للكنترول، هل هو تم رصدها ولا ما تمش رصدها؟ لو تم رصدها وفي اوبشن ان انا ارفعها لكم واصورها لكم واحطها لكم على الجروب انا ما عنديش مشاكل، لو الاوبشن مش موجود وان لسه عشان هتبقى درجات الاعمال السنه ناقصه فلسه في 10 درجات تانيين هشوف الطريقه وهبلغكم، سواء هنشرها هبلغكم مش هنشرها برضو هبلغكم. كده اي حد عنده اي استفسار بالنسبه للمحاضره النهارده بس اللي انا قلت في المحاضره هو اللي ايه يتفضل ايه يسالني، يرفع ايده وانا هفتح المايك. ثواني احمل بس الحضور والغياب. اتفضل يا محمد، انا عملت لك اوبشن ان انت تعمل ان ميوت. وفاطمه اتفضلي. دكتور حضرتك قبل كده قلتي هتقولي الفرق بين سيرمر وهيت، فاحنا عايزين نعرف. عايزين تعرفون بس تذاكروا الاول المحاضره بتاعت النهارده. خلاص ماشي. تمام يا دكتور. تمام يا فندم. يا دكتور احنا خدنا ايه قبل التكست؟ خدنا ترمينولوجي يا محمد من 1 لـ5 اللي انا كنت قلت عليه. تمام يا دكتور. حاول سواء محمد او غيره اي حد دخل متاخر ان هو يسمع التسجيل بتاعها بتاعي، علشان انا محدده حاجات معينه مش كل حاجه هتذاكروها فيها. تمام يا محمد، انت ممكن تفتح صوت تاني لو انت عايز تسالني على حاجه تانيه. اتفضل محمد السيد وبسنت تامر اتفضلوا. وندى، انا منتظره ثلاثه يتكلموا الاول، ندى وبسنت ومحمد السيد. خلاص تمام. لو سمحت يا دكتور، هو في اللي هو الجزء الاول في الكتاب الكبير اللي هو بتاع الهيت والتمبريتشر ده علينا ولا لسه ما خدناهوش؟ تاني يا ندى.
معلش سؤالك صفحة كام الأول؟ صفحة 42. حاضر ثواني. لا ما جيتش لسه ناحيته يا ندى. خلاص تمام شكرا. عفوا اتفضل. ميرنا اتفضلي. يا ميرنا يا دكتور انا كنت عايز اسال بس المحاضره السادسه اللي هي المحاضره اللي فاتت نزلت على اليوتيوب ولا لسه؟ والله زميلك سالنا في سؤال قلت له انا تقريبا هي لسه ما نزلتش، هتواصل مع زمايلكم اللي بيرفعوها واعرف بس ما نرفعهاش ليه، واكد عليهم ان هم يرفعوها ان شاء الله هي والسبعه. تمام شكرا يا دكتور. اتفضل يا مينا. دكتور ولا في الجرامر قال لي every one of the students تبقى is ولا are؟ هتيجي في محاضرة جاية. أجل السؤال ده يا مينا بس كمان محاضرتين، ممكن تكتبه عندك في الكتاب. تمام لأن every غير everyone، بس أجله لو قدامنا محاضرتين، لو أنا ما قلتهاش أستأذنك تسألني فيها تاني. تمام تمام يا مينا. أنا كده بشكركم عن المحاضرة وبشكر على الالتزام، وأظن أوبشن إن أنا أقفل الصوت ده ريحنا كتير من اللي كان حصل المرة اللي فاتت. ان شاء الله اي حد عنده استفسار برضو ممكن يسالني على الخاص على الماسنجر في الفيس. اشوفكم ان شاء الله المحاضره اللي جايه الخميس، نحاول برضو بدري شويه. انا زي ما قلت لكم خلصت المحاضره الاونلاين اللي قبلكم ف 10 ونص بس تكونوا جاهزين ان احنا ندخل عشان ما حدش يفوتوا حاجه، لان معظم المحاضرات اللي جايه انا بفنش وبراجع ان شاء الله. يعني اشوفكم على خير في حفظ الله ان شاء الله. السلام عليكم.